طلعني مريضة، طلعني انا كنت متجوزة وهو ما يعرفش، عمل كل حاجة، طلعني مزورة، عمل كل حاجة تغطي على الحاجة اللي عنده اللي هو مش عايز حد يعرفها. مشكلة كبيرة، ما ينفعش ان بنت تتحملها مع جوزها، وعيب ما ينفعش ان الواحدة تتحمله. فهي مثلا بتبقى عايز تخرج بالود او تشوف حل في المصيبة دي، لان هي مصيبة. لو انت طلقت عرفني عشان اطلع اقول للناس السبب اللي خلاك تيجي تخبط على الباب وتقول انا عايز دي.